احنا ما عاد صرنا اطفال، وصحيح ان بعد كمان ما صرنا ناضجين كفايه، وانما في مرحله انتقاليه من مرحله الطفوله لما بعد الطفوله، وكمان نحتاج الى رعايتكم واهتمامكم وايضا نصائحكم. نحتاج ان تستمعوا لنا، مش فقط تامرونا لكن ناقشونا، حاولوا انكم تقنعونا. اهلنا الاعزاء والقريبين لقلوبنا، ارجوكم اعطونا من وقتكم ولو شويه. نحن كلنا نعرف انكم تتعبوا في العمل وتتعبوا في اعباء المنزل وكمان تربيتنا، لكن احنا في هذه المرحله نحتاج بانكم تكونوا قريبين مننا. انا كفتاه مراهقه كلما اشعر ان اهلي بعيدين عن مشاكلي وافكاري وهموم جيلي، في الحقيقه اني افكر اني ابتعد عنهم. عشان كذا لا تضغطوا علينا بحضوركم ولا تخلونا نطير بعيدا عنكم.